ولادك، ما انت جوز امي اللي هي مش ام، اللي هي مرات ابويا الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروح تعملوا ايه انتوا بقى؟ انا هروح ارقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى الجيرل فريند. ايه؟ الجيرل فريند بتاعتي. ايوه دي سهله. ايوه، وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله، لما تلاقيني بقطع الواد النجير اللي جاي هتحبني. ايوه، وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد؟ والله اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. ياد انت جارفني في عيشتي ياد، ياد انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفله؟ ايوه. لا، هيقعد على التواب هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيالي الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول موزس حرام، اللي مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بيها وتتزوجني. خلاص ماشي، سيد تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاكم. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكم الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت؟ وعشان مناخيري كبيره شويه، وعشان شعري وخشي شويه، وعشان نظري ما بشوفش خالص، ابقى انا عفريت؟ انا عفريت؟ لا حول ولا قوه. هيبكينا سيد، هيبكينا واحنا رايحين مهمه مستحيل. اسمعوا يا اولاد، احنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشه على ما نرجع. ماشي. بالمره واحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور، نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانه، لان انا محتاج اوريك حركه جديده يا عم. ايه الحركه دي يا حبيبي؟ ده في ايه؟ ايه في كلاب في الليل. اجري 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 يلا. عايز اروح الحفلة، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفلة. سيد تريلا، سيد تريلا. يا سيد مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ انا نفسي اروح الحفله، ونفسي الاميره تعجب بيا، ومثلا ممكن تتجوزنا او ما انا جاي عشان كده مثلا، او اي حاجه. ما انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد؟ انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعه؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شويه كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفله. ماشي، حاجات بسيطه يعني. كلها حاجات بسيطه. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه الاول. ها. بص يا سيد. ايوه. يعني اقول لك على حاجه بسيطه؟ ما تقول اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعليه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. اها اها اها. حضرتك هتكرهني في كل السحرة ليه كده؟ بص، طب انا مش في شويه تغييرات هعملها لك؟ هنقصر الشعر شويه. ايوه. والسوالف تتظبط. ايوه. ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين، انا بقى اعمل لك حته دين قصه. ايوه. بس انت عندك جل شعري كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. يا
ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ آه! ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال اتشال. اتشال شال؟ اه. يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل، بس انا عايز اقول لك على حاجه، ممكن اخد الكرسي بس عشان عليه اقساط. هو حضرتك مين؟ انا الساحر الطيب. ماشي، بس خلي بالك يا سيد، أيوه. الساعة 12 وتلت يا سيد، أيوه. تيجي، وإما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي حاضر. يا سيد. الساعة 12 وتلت بالظبط يا دي اللبخة. 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر، مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكرة والنبي. ياه اخيرا هروح الحفله بتاعت الاميره. يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي، بقول يا غاوي الفن اسمع فن عراي، يا غاوي الفن اسمع فن عراي، يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الرايق، وعاوز الموجودين معانا النهارده والمشاهدين يكون مزاجهم كمان رايق، يكون مزاجهم كمان رايق. وسيد بعد ما شاف الذل من جزمه قالوا الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق، وكان الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، وعاد الأبايب الأميرة تبصي بعينها وتشوف، عشان الأميرة تنقي بعينيها بقى وتشوف، ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكرا سيداتي ساداتي، قدمنا اليكم مليونيه ترقصني يا جدع بقياده فرقه الامير رضا الشعبيه، شكرا لكم، كان معكم عثمان ابو العافيه، فتكم بالعافيه يا حراس. ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي انتوا متنكرين عاملين ديك رومي؟ ايه
يعني ايه يعني ما انت متنكر عامل سوداني وانت عملتها قبل كده. لا اللي فات ده كان سوداني دوك هنوبي. هي تختلف؟ ما تختلفش بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت فوت احنا هندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم. فتشت البوابات؟ يا فندم بس في مشكله. خير؟ ألطرس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. ها يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك، ملك يعني ما ينفعش يموت، ده يا دوبك يتكش. يخرب بيت عسلي. انت عسل. والله سكر الحمد لله. ندخل في المهم بقى مولاي. المهم الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدعني انا. اسكت مش البرشام جه بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم، خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه. الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا ابوس ايدك بلاش ناكل ايه؟ ده انا ما تشيلوش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه؟ يخرب بيت عسلي. الملك جايب لنا واحد يقلش علينا. لا بس والله بيضحكني من القلب والله. يلا يا دي انت وقت لها بره عشان يدخل جلالة الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ التعبت؟ انت ما اتجننت في دماغك؟ اركب الهوا يلا يا دي. السلام عليكم. فليتفضل جلالة الملك. دين دي 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 دين دي دي دي. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام؟ كله تمام يا مولاي. تمام. انا عايز اسالك بس. انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟ يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام، بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام. الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه؟ خلينا بقى في موضوعنا. ها انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده يا مولاي؟ انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. تمام. انصرف عشان انا متوتر. ايه ده يا مولاي انت عليك حكم ولا ايه؟ لا لا يا اخويا مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي. انصرف انصرف يلا انصرف يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده؟ بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. يلا. اوكي يوك باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمر. أنا وحدي أنا وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ارفع ايدك لفوق. يما مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعد. أرجوك أرجوك لا تقتلني. لا هقتلك. سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، أنت نازل فين؟ أنا نازل؟ أنا مش نازل يا أخويا، أنا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي أنا فاكرها كويس. أنت مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوة لولو. لماذا تتنكر هكذا؟ لولو منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر تتنكر في إيه يا لولو، تتنكر في إيه يا أبو اللولي، وقلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر راجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد واغرب عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. سوبرمان يا يا البدله دي مضروبه ولا ايه؟ ايه ده عنتر؟ او ماي جاد عنتر.
أعوذ بالله تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. ايه يا دي عاداتهم؟ هو واتسو بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه يعني. اغرب إذن انت الاخر عن وجهي والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزه دي؟ قشطه ورب الكعبه. ايه ده؟ مين اللي لفه نفسها في ملايه لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا بجوسه يا جوسه يا جوسه يا بجوسه. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفله تنكريه قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملايه لف يابا. حلو صح مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 يا بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عريسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوجك انت؟ لا تتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى؟ لا انا. لا اسمع ياض انت وهم ما تعفلجونيش على الطلقه كتلكم انتوا الثلاثه. اسمع ياض، المهم الأميرة تحب واحد فيكم انتوا التلاتة مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله. ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نورة الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. سكيون. ده انت تفتحي نفس الواحد والله، تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبادوه. ربنا يخليك. ها ايه رأيك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزة اقول لكم حاجة، انا مش الاميره، انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجر يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حق الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا يا علبه بلاك كمايه لسه امشي يلا. والنعمه لوريك. ايه والنعمه لوريك. هستناك على باب القصر. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الأميرة نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظة المنتظرة، اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الأميرة نورة الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح. فلتتفضل الأميرة. اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه؟ انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟
لا شعرك جميل بس السوالف طويلة حبة. كنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة. العلبة دي فيها إيه؟ فيها فيل. فيل إزاي جوا العلبة والفيل راكن بره؟ نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم أنا. أنت بقى اسمك إيه؟ أنا عنتر. بجد؟ أه والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الأميرة مرحة مرحة مرحة. لا ده أنا أعلمك بقى ملاكمة بقى بخفة الدم جديد. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعته، الشمال بتاعته لو جلد اليمين ترق. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مرحلة الوحش، البس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا اخويا انا بقى عارف اتصرف مع النوع ده ازاي. ارجعي. الصوم هو الحل. ايه ده بتطلع نار اخويا؟ لا كل واحد جواه قوة الروحية لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجاله. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الاميره. نعم. قلت ايه فيا؟ مش معقول انت فظيع بس ما عجبتنيش. انت بقى تعمل ايه؟ ايه رايك فيا؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن ايه ده؟ ده وزن الدبانه. طب امشوا بقى عشان انتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. ازاي ده احنا بنحبك. نحن والله نحبه. لا ازاي؟ لا حبيبي سيد. سيد؟ سيد اسمي سيد تريلا. أنا الأميرة نورة. أنت أميرة كعبورة. نورة إيه؟ طب قول لي يا سيد أنت إيه هواياتك؟ أنا هواياتي كتير. أنت إيه هواياتك؟ بحب السباحة قوي. أكيد طبعاً. أكيد أنت اللي بتبقى جوه البحر والأهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيرة يوصلوا لغاية جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه ايوه ايوه. وما يبقى البحر عالي قوي هتروح عند الأميرة. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريس على طول. حضرتك غريبة جدا. انت الأميرة؟ ايه ده؟ بقول لك ايه؟ الحفلة دي كلها معمولة عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتين انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوك صارف لان مش لاقي يجوزك. مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكرة انت لو اتجوزتني قط النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي ماشي. لا انا مش هتجوزك. اتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميرة ايه؟ اميرة ايه لا؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الأميرة. انت حلوة قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الأميرة ازاي؟ ايوه ما احبها ازاي يعني؟ احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين قرنوط. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها. مش عايز فلوس. بس هي تخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه. عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم يعني. عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له.
والثالث ده الثالث ده ايه ده؟ ده بقى راجل اهو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وظيفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ اه. انا عايز الوظيفه، فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا خفيه؟ يبقى دي ابراهيم ناصر؟ احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي ومين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه، ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني، قبل ما تنادي بابا انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي، انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان، انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ اه طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم نعم نعم. ايه ده؟ ده ممكن لحظه دخول الملك. كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه يا بنتي؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ اه طبعا. طيب اوكي، اقيموا الافراح والليالي الملاح، النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا، ودقوا المعارج. يلا يا اهلي يلا. أنا فعلا كان قلبي دليل. فعلا. قلبي دليلي قلبي أكتبلي.